السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري القطري دوري نجوم قطر وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأربعاء 24/8/2022 نهاية الجولة الرابعة من الدوري القطري. متابعين الكرام، اليوم الأربعاء 24/8/2022 أم صلال فاز على السلية 1-0، أحرز الهدف جوا كارلوس في الدقيقة 42، والشمال خسر من العربي 0-1، أحرز هدف العربي يوسف لمسكن النجم التونسي من ضربة جزاء في الدقيقة 56. بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم 29/8/2022 تبدأ الجولة الخامسة. بالنسبة للمباريات السابقة في الجولة الرابعة، الجولة بدأت أمس الاثنين 22/8/2022، المرخية خسر من الدحيل 0-1، قطر خسرت من الوقرة 0-3. يوم الثلاثاء 23/8 الريان خسر من الأهلي 1-2، والسد خسر من الغرافة 1-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري القطري وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الرابعة. متابعين الكرام، متصدر الدوري حاليا في المركز الاول نادي العربي ب 12 نقطة العلامة الكاملة، الوقرة المركز الثاني ب 10 نقاط، الاهلي المركز الثالث ب 7 نقاط، الغرافة المركز الثالث مكرر ب 7 نقاط، الدحيل المركز الخامس ب 7 نقاط، الشمال المركز السادس ب 6 نقاط، السد المركز السابع ب 4 نقاط، المرخية المركز الثامن ب 4 نقاط، قطر المركز التاسع ب 4 نقاط، ام صلال المركز العاشر ب 4 نقاط، السلية المركز 11 ب 3 نقاط، والريان المركز 12 والاخير بدون نقاط. بالنسبه لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين اللاعب جيلسون لاعب الوقره المركز الاول بسته اهداف، المركز الثاني ايمن حسين لاعب المرخيه بثلاثه اهداف، ويوسف المسكني لاعب العربي، ويزن النعيمات لاعب الاهلي، وبغداد بنجاح لاعب السد المركز الثالث بهدفين، يتساوى معه جوليرمي توريس لاعب السد، وجاو كارلوس لاعب مصلال، ومحمد حسين كنعاني لاعب الاهلي، ورودريجو تباتا لاعب السد، وياسين بامو لاعب الشمال، ويوهان بولي لاعب الريان، وياسين ابراهيم لاعب الغرافة، ومؤيد سيد أو محمد سيد لاعب الشمال. بالنسبة لمتصدر صناعة الأهداف، المركز الأول لاعب يغرطة حمرون لاعب المرخية صنع ثلاثة أهداف، المركز الثاني سانتي كازرولا لاعب السد صنع هدفين، وعبد الرشيد عمارو لاعب الأهلي، وإدميلسون جونيور لاعب الدحيل، وإيوانيس فيتا فاتزيتيس لاعب السلية، وجوناثان كوتجيا لاعب مصلال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.